السلام عليكم. احنا في العين ديال بقوبع. شوف هنايا الاشجار هادي عندها تاريخ. شوف رغم الجفاف وكذا تبارك الله كيفاش دايره. يعني الجذور ديالها ما عادش فين راه مواصلين. واش هادي راه تعدي 2000 سنه ولا ما نعرف. الغريب في الامر الطيور ما شنو كياكلوا في داك النوار ديالها. كاين واحد الطويرين هما كياكلوا في هذه الورق ديالها. نحاولوا نقربوا الصوره ما كتقربش بيبان باش لان صغيرين. شنو كياكل كيتغدى على داك النوار ديالها؟ واش حشرات ولا ما نعرف. هاد الأشجار هادي عندها تاريخ. دابا المشكلة هاد الطيور مساكن قاع كيجيو لهنايا باش يشربو، ولكن الماء مع الأسف الله يرحمنا بالشتا قضية ضعيفة. لذلك فغنتحاول ندير لهم شي بلاصة يتجمع فيها الماء خويا نمشي سطيل باش يبقاو يشربو. يا رجال كنديرو الماء هنا. لذلك غنجيو نخويو ولا نمشي جوج سطيرين ديال الماء باش نشربو وعاد نمشيو بحالاتنا دندو هذا. ايه ديال بقوبع الموالفه كتكون عندك كتكون الشتا كتكون تبارك الله بس تلقى الما غادي قدامها كيجري. هذا العام الحمد لله يعني القضية صافي راه عمرنا لهم. اول ما غيتجمع لهم غيصفى ولا يشربوا نمشيو بالحالات. جميع انواع الطيور كتلقاها في هذه البلاصه هذه يعني باللاعق. اي طير كتلقاه هنايا حيتاش الماء ما كاينش بنادم خلوه. بلاصه خاويه بنادم قليل شويه كيضوش ليه بنادم بزاف. تلقى واحد الصوت ديال العصافير ما شاء الله. ممكن اي صوت ديال اي طائر تسمعوا في هذه البلاصه هذه. جميع انواع الطيور موجوده هنا تبارك الله. هاد الشجره هادي عاوتاني هادي كتفكر في الشجر ديالها قداش. شوف الشجر ديالها قداش يعني شحال من سنه الله اعلم. يقول لك مع هاد بني وطاس اللي كانوا الوطاسيون. وهاد الوطاس لما كيعاودوا الناس كيستعملوا غير الذهب الصايح ديال الخيل ديالهم صانعينهم الذهب. يا سلام شوف تبارك الله. ما تقدرش الشجره ما تقدرش تشدها كامله في الكاميرا والله ما بعدت عليها مسافه ما تشدها كامله بقوه المسافه اللي شاده تبارك الله. تحت منا في الصيف داك وقت الحراره كتلقى واحد البروده ما شاء الله داك الشيء واعر.
صراحة الصراحة مخصوص الدولة تفكر فيها.